في مؤتمر تمرد اليوم، لماذا كان لافتا للانتباه؟ لانه عبد الحكيم عبد الناصر من اشد المقربين من حمدين صباحي، وكذلك هو ابن للزعيم الراحل جمال عبد الناصر، اللي الاستاذ حمدين صباحي يعني دائما يقول انه يسير على افكار ومبادئ عبد الناصر. فكان لافتا للانتباه ظهور عبد الحكيم عبد الناصر في مؤتمر تمرد لدعم تأييدهم للمشير السيسي. الاختلاف البني ادمين لازم نتكلم، والاختلاف اللي حصل ان ناس انا لا اشكك في وطنيتهم ولا اشكك في مصريتهم ودورهم العظيم، بالاخص واحد زي محمد عبد العزيز في لجنة الخمسين، وازاي كان بيكلمني وازاي كان كل شوية يراجع معايا توصيات عبد الناصر على الدستور، كان هو وابني محمود الاتنين ده، وفي مواد تتحدد في الدستور يقول لك محمود كان بناء على كلامي معهم هما الاتنين، كنت ان هو شايف في انتخابات معينة لا رئاسة اللي انا شايفها محسومة، وهي الشعب حسمها من يوم 26 يوليو، من يوم 26 يوليو والانتخابات دي محسومة. اخواني الانتظام اللي انتوا بتعملوه ده النهاردة لازم نبص لقدام، انا ما ببصش انتخابات الرئاسة، انا ببص لما بعد انتخابات الرئاسة. انتخابات الرئاسة يوم ما المشير السيسي هيعلن ترشيحه حزمت، حسمها شعب مصر من يوم 26 يوليو. كن اسمع دلوقتي، فاحنا النهارده الشباب الوطني اللي هو النهارده اللي انا بعتبره اي شباب الناصري، الشباب اللي بيوم انتخابات عبد الناصر سواء قعد معانا هنا او قعد في التيار الشعبي او مش منتمي لاي تيار وقعد في بيتهم، او اللي لما قعد اتزنق بنلاقيه نزل بالملايين في الشوارع، ده لازم يتجمع كله علشان مش الرئاسه، نتكلم لما بعد الرئاسه اللي هو اهم المجلس النيابي، لازم نتوحد عشان المجلس النيابي اللي عزيمه الملعب لفلول مبارك وفلول الاخوان. اخواني لازم نتجمع، انتوا لما بتفرقوا كده سكتوا ايه لاعدائنا؟ اعتقد انه يعني حينما يتحدث عبد الحكيم عبد الناصر بقيمته وقامته وايضا كابن للزعيم الراحل جمال عبد الناصر، مطالبا الجميع لانه كلهم يتبنون افكار جمال عبد الناصر، وبالتالي هو يطالب الجميع بوحده الصف، والخلافات ظاهره صحيه، اذا كان هناك بعض الاعضاء داخل تمرد ايده حمدين صباحي فهذا من حقهم، ولا يجب لأي شخص أن يلومهم على ذلك. اللوم والانتقادات كانت على اختطاف تمرد، على الحديث باسمها دون الرجوع لقواعدها. ظهور حمدين، ظهور عبد الحكيم عبد الناصر أحد أكثر المقربين من حمدين صباحي في مؤتمر تمرد اليوم كان لافتا للانتباه، وأعتقد أنه عبد الحكيم عبد الناصر بثقة له يمكن انه يكون مؤشرا على الاقل في انه هذه الخلافات يا جماعه صحيه، المهم الا تختطف فيها تمرد. عانينا من الاختطاف، عانينا من اختطاف الثوره والميدان والدوله، تمرد وهي حركه نقيه تعبر عن مقدمات 30/6 وكانت بدايه المقدمات ل 30/6 لا يجب تشويهها ولا يجب العزف على وتر الانشقاق فيها، وبالتالي تمرد اليوم استعادت وحدتها وأكدت على دعمها للمشير السيسي، لكن الأهم أنها أكدت على تماسكها، والأهم أيضا أنها أكدت على أنه من حق أي شخص داخل تمرد أن يدعم أي مرشح، لكن يعبر عن ذلك في إطار وجهة نظري الشخصية. تعالوا قبل ما نشوف بقية المؤتمر أستعيد معاكم الجزء الذي كان قد أثار الأزمة في المؤتمر الصحفي للأستاذ حمدين صباحي الذي أعلن فيه ترشحه لانتخابات الرئاسة، وظهر من خلفه ثلاثة من قيادات تمرد بالإضافة
لأن الأستاذ حمدين صباحي نفسه استخدم تعبير أنه تمرد تدعمني. أنا عارف كويس أن في ناس كتير من اللي بتحبني ومن اللي نصرتني